كيماوي. جاء التوافق المبدئي بعد يوم من المشاورات المكثفة التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بدعم من المسؤولين السويديين. ومن جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أن السؤال الصعب يتمحور حول المسؤول عن الهجمات الكيماوية في سوريا، موضحا أن هناك انقساما في الأمم المتحدة حول هذا الشأن. نقلت صحيفة فرانك فورتر الألمانية عن مسؤولين مقربين من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نقلت قولهم إن عروضا غربية تجري تحت دراسة مع روسيا لتنحية الأسد بطريقة سلسة ومنظمة تشمل الاعتراف بالدور الروسي في سوريا والحفاظ على قواعدها البحرية. في محافظة البيضاء قتل نحو 14 من ميليشيات الحوثي وأصيب أربعة آخرون في غارة لطيران التحالف استهدفت عربة عسكرية للحوثيين في منطقة بني وهب في مديرية السوادية وسط المحافظة. وذكرت مصادر محلية أن المسلحين يتبعون شيخا قبليا مواليا للحوثي. وفي تعز قتل نحو 8 من الميليشيات وأصيب 12 آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني غرب تعز. قال مصدر عسكري إن المواجهات في جبهة مقبنة أسفرت عن السيطرة على الردمة وتلة الشاهد، وكذلك مقتل وإصابة 20 من الميليشيات، وذلك عقب هجوم نفذته الميليشيات على تبة الخزان إلا أنها تكبدت خسائر فادحة. قالت مصادر خاصة في مدينة دمار أن العشرات من قيادات جماعة الحوثي في البيضاء نقلوا أسرهم إلى محافظة دمار بعد سيطرة قوات الجيش الوطني على معظم مناطق محافظة البيضاء. يمنيا أيضا وجه العميد طارق محمد عبد الله صالح دعوة إلى من وصفهم بالمغرر بهم من ضباط وأفراد قوات الحرس الجمهوري وقوات المهام الخاصة الملتحقين بصفوف ميليشيات الحوثي، طلبهم الرجوع إلى صوابهم وحثهم على الالتحاق بالوحدات العسكرية.